يا رب ترسل بأمرك المزن ثجاج وتحيي ديار في رجاك معمورة. جفت عيون السحوة عيون الأفلاك شحت عدودا بالحياة بخبرة. يا رب ترسل بأمرك المزن ثجاج تحيي ديار في رجاك معمورة. نبدأ القصيدة قصيد اليوم بذعذع بخورة. عندي من الأرقام ما يملي أدراك شرق وشمال وغرب ولا شرورة. شرق وشمال وغرب ولا شرورة. رقم يخزن للدفاع ديل الأحراج يعني على ما قل ما به ضرورة. رقم اللي يقام اتصال فاقبل أمواج يشفيك موقف صاحبه في حضوره. حطه على وبلا جحجاج عون الرفيق وسعد من جاي يزوره. ان قلت انا مقدام وان قلت هداك دور البطولة دايما دوم دوره. دور البطولة دايما دوم دوره. رفيق درب وخوته طب وعلاج واسمه يجث الهم ويا جذوره. عوق الخصيم اللي يسوقه غروره. قبل الهواتف والرسائل والابراج من قبل الانترنت يعلن عبوره. اذكارهم تشبه سنه الصبح الانباج وافعالهم ما هي بوارهم حصوره. وافعالهم ما هي بوارهم حصوره. جفت عيون السحوة عيون الافلاك شحت عدودا بالحياة بخبوره. يا رب فكر مبدأ ومخرج جو القصيد اليوم ذعذع بخوره. عندي من الأرقام ما يملي أدراك شرق وشمال وغرب ولا شروره. شرق وشمال وغرب ولا شروره. رقم يخزن للدفاع ديل الأحراج يعني على ما قل ما به ضروره. رقم اللي يقام اتصال فاقبل أمواج يشفيك موقف صاحب جحجاج عون الرفيق وسعد من جاي يزوره. ان قلت انا مقدام وان قلت هداك دور البطولة دايما دوم دوره. دور البطولة دايما دوم دوره. رفيق درب وخوته طب وعلاج واسمه يجث الهم ويا جذوره. عوق الخصيم اللي يسوقه غروره. قبل الهواتف والرسائل والابراج من قبل الانترنت يعلن عبوره. اذكارهم تشبه سنه الصبح الانباج وافعالهم ما هي بوارهم حصوره.
وافعالهم ما هي بوار.